بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور منور مطيري مدرب مقرر طبيب المستقبل. طبعا المقرر يعتمد بشكل كبير على استخدام الطريقة العلمية لحل المشكلات، وأيضا تفعيل التفكير العلمي والطريقة العلمية. طبعا العينة الطلاب ما شاء الله طلاب موهوبين، وجدنا منهم تفاعل الجيد وتفاعل مميز. أيضا كذلك المقرر يعتمد بشكل كبير على تصميم ونمذجة الطريقة العلمية بشكل كبير، وإيجاد الحلول لمشكلات علمية كبيرة. اعتمد بشكل كبير المقرر على جزئية الجهاز العصبي، تركيب الجهاز العصبي، الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، نمذجة طبعا بعض التراكيب بعض الأجزاء وربطها كل التركيب بوظيفة، والوظيفة تعتمد بشكل كبير أيضا على التركيب وتوثيق ذلك من خلال الرسم ومن خلال نمذجة هذه الأشكال. مستوى طلاب ما شاء الله مميز صراحة. ممكن العينة تكون قصدية وهي الطلاب الموهوبين، لكن بشكل عام الطلاب مستوياتهم متقاربة جدا وأدائهم صراحة مميز ويبشر بالخير. والله أكيد مستوياتهم طبعا متقاربة، لكن أكيد في مجموعة من الطلاب صراحة تميزوا عن غيرهم، 3 و4 طلاب ولهم نماذج مع طبعا إدارة المركز وتفاعلهم مع إدارة المركز.